تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو لتهنئته بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لمصر لفترة رئاسية جديدة، مؤكدا استمرار فرنسا في تعزيز علاقات التعاون المميزة مع مصر، وهو ما ثمنه الرئيس السيسي، مؤكدا عمق العلاقات المصرية الفرنسية وأهمية الجهود المتواصلة لتعزيزها في المجالات كافة. وتطرق للاتصال إلى الأوضاع الإقليمية، حيث استمع الرئيس الفرنسي إلى رؤية الرئيس السيسي بشأن ضرورة وقف العمليات العسكرية في قطاع غزة لحماية المدنيين ونفاذ المساعدات الإنسانية بلا عوائق وبالكميات التي تلبي الاحتياجات العاجلة لسكان القطاع. واتفق الرئيسان على تكثيف الجهود المشتركة ذات الصلة، كما أكدا أهمية تجنب ما من شأنه توسيع نطاق الصراع في المنطقة حرصا على مقدرات شعوبها التي تتطلب ترسيخ الاستقرار الإقليمي. كما توافق الرئيسان على ضرورة العمل الجاد دوليا لدفع جهود تسوية القضية الفلسطينية بشكل عادل ومستدام من خلال إنفاذ حل الدولتين. يستعد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة لجلسة تصويت على قرار بشأن قطاع غزة يدعو إلى تدفق عاجل وآمن للمساعدات دون عوائق. وأكدت المبعوثة الأمريكية للأمم المتحدة إمكانية دعم بلادها المسودة الحالية للقرار الذي تدعو نسخته الأخيرة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة من شأنها أن تسمح على الفور بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق، وكذلك هيئة الظروف لوقف دائم للقتال. قالت المتحدثة باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف إن قطاع غزة الآن يعد أكثر الأماكن خطورة في العالم، وإن الوضع في القطاع غير آمن للأطفال والنساء، مؤكدة أن وضع الأطفال في غزة يسوء كل يوم مع ارتفاع حالات الوفاة والإصابات البالغة بينهم يومياً. قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم الجمعة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اعتقال 8 من طواقمها في مركز إسعاف شمال قطاع غزة، ودمرت سيارات الإسعاف وجزءا من المبنى الإداري، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال دمرت جهاز الاتصال اللاسلكي المركزي بالمركز والبوابة والمدخل والسور الخاص به. أعلن قائد القوات الجوية الأوكرانية إسقاط 3 طائرات روسية من طراز Su-34 في منطقة العمليات الجنوبية، كما أسقطت القوات 24 من أصل 28 طائرة بدون طيار انتحارية أطلقتها روسيا على أوكرانيا الليلة الماضية. أكدت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشط أن رؤية الدولة وأولوياتها لزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية في مختلف المجالات تنعكس في حجم استثمارات مؤسسة التمويل الدولية التي تزيد عن 7 مليارات دولار منذ بدء عملها في مصر. مضيفة خلال لقائها نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون منطقة إفريقيا أن محفظة استثمارات مؤسسة التمويل الدولية الإجمالية بلغت 2.46 مليار دولار، من بينها محفظة جارية بالفعل بقيمة 1.7 مليار دولار، إلى جانب محفظة دعم فني بقيمة 34 مليون دولار. أعلن وزير الصحة العراقي صالح الحسناوي عن مشاريع شراكة مع مصر وعدة دول أخرى لتحقيق الأمن الدوائي في العراق، مشيرا إلى سعي بلاده لإنشاء المدينة الصناعية الدوائية في اليوسفية وتسلم أكثر من 40 طلبا لتأسيس مصانع أدوية جديدة من القطاع الخاص.